لان الالعاب ديت انت بتتكلم في ركله ركنيه، من ركله ركنيه ركله مرمى ممكن يحصل منها هدف. دي كانت اول حاله في الحالات اللي معانا. عندي حالتين ورا بعض، وانا بقول ان هنا القرار الوحيد اللي الحكم للاسف هنا ما خدش فيه قرار. هنا بنشوف موسى ديارة، هنا بنشوف هنا، بس خلينا بالنا من رقم 23، هنا في مخالفه، هنا العرقله واضحه، تهور موجود مع طاهر، محمد طاهر. هنا الحكم بسوني ممتاز، يعني هنا راح واشهر البطاقه الصفراء، وبطاقه صفراء صحيحه. نتكلم هنا في الدقيقه 10 كابتن ايمن، هنا بطاقه صفراء صحيحه مليون في الميه. بالزبط. نروح بقى للحاله اللي بعديها ونشوف ونربط هذه المخالفه اللي تمت ضد لاعب النادي الاهلي من نفس اللاعب اللي هو موسى ديارة. نشوف هنا المرفق، وقلنا دي من الحالات اللي هي الانذار وجوبي فيها. طب. نتكلم في الدقيقه 10 هذا اللاعب انذر، وفي الدقيقه 12 كان يجب، هنا بنقول هنا بطاقه حمراء نتيجه الانذار الثاني، وهنا لم يحدث. بنقول هنا ده الخطا الوحيد يا كابتن ايمن يمكن اللي بسوني عدى عليه، وعشان نتيجه المباراه كابتن بلال عدت الامور، ولكن هنا بنقول في الدقيقه 12 بطاقه حمراء لم تشهر للاعب نادي طلائع الجيش.